إنها في كل ليلة قبل أن تنام تقول بعض أدعية مباركة، ثم تتلو بعض القرآن الكريم، ثم تتشهد قبل أن تنام، فهل هذا ينفعها في ميزان حسناتها؟ وهل حقا ما تقوم به من تسبيح على مدار اليوم يعتبر من غراس الجنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه الخيرات التي تواظب عليها السائلة تجمع بين خيرات الدنيا والآخرة، حيث يقول المولى تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سورة البقرة. بل ورد أن الدعاء هو العبادة، قد أخرج أصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الترمذي حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، الآية. كما أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. وأما ثواب القراءة فعظيم، ونختفي فيه بذكر هذا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف واللام حرف والميم حرف. والتشهد أمر طيب، ولكن الأطيب منه أن يفعل المسلم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه من النوم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ويبصق في يديه بصقا خفيفا حين يرفعهما في القراءة ثلاث مرات، ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وكل مكان تصل إليه يداه من بدنه. أما فضل التسبيح وخصوصا مع الإكثار منه على مدار اليوم فهو عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه. كما أخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صححه على شرط مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كما خرج الترمذي وحسنه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. هذا وبالله التوفيق.